مرحب بكم مشاهدينا وأهلا بكم في حلقة جديدة من المرصد الحقوقي. في الفقرة الأولى نرصد لكم سلسلة جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح التي ارتكبتها خلال أسبوع واحد فقط من يوم الاثنين 17 من يوليو وإلى يوم الأحد 23 من يوليو في عموم محافظات الجمهورية. نبدأ كالعادة بالقتل، حيث أن هناك 17 حالة قتل، 3 حالات قتل لمواطنين وتمثيل جثامينهم بعد اختطافهم من قبل الميليشيا في تعز والبيضاء وإب، حالة واحدة لقتل طفلة بقصف الميليشيا على مناطق مأهولة، حالة أيضا واحدة لقتل قيادي حوثي، حالة قتل واحدة لمواطن في منزله بمحافظة المحويت أمام أسرته بعد اقتحام منزله من قبل الميليشيات، أيضا حالة واحدة لقتل شيخ قبلي بمفرق حبيش في إب، وأيضا حالة واحدة لقتل مواطن برصاص قناص في تعز، وثمان حالات قتل لمتحوثين في صعدة قتلتهم أحد قيادات الحوثي. نتحدث أيضا عن الإصابات، هناك 3 حالات إصابة خصوصا للأطفال، حالتين إصابة لطفلين برصاص مسلح حوثي في الحديدة جراء رفضهما إعطاء قوالب ثلج، حالة واحدة لإصابة الطفل بساطور وبتر أحدى أصابع يده. أما عن الاختطافات فهناك 38 حالة اختطاف، 25 حالة اختطاف وإخفاء لأطفال في مديرية الزاهر بالجوف، واختطاف مسؤول حكومي في مديرية بيت الفقيه بالحديدة، حالة اختطاف واحدة تمت بعد مداهمة الميليشيا حفل زفاف، واختطاف أحد الحاضرين في أرحب، اختطاف والد شهيد من منزله في محافظة حجة. أما عن الاقتحامات وهي كالتالي، هناك حالة واحدة جماعية كانت في محافظة البيضاء، 4 حالات اقتحامات فردية وهي 3 حالات اقتحام لمنزل مواطنين ونهبها، حالة واحدة لاقتحام مزرعة أحد المواطنين في مديرية الحسينية. بالنسبة للقصف والتدمير 6 مناطق مأهولة بالسكان قصفت بالأسلحة الثقيلة، هناك قصف لـ3 مناطق بالبيضاء وقصف لـ3 مناطق بمحافظة تعز. أما بالنسبة لتقويض سلطة الدولة وتعريض المواطنين للخطر، هناك 8 حالات لتقويض سلطة الدولة وتعريض المواطنين للخطر، 3 حالات لإطلاق سراح مجرمين عليهم أحكام قضائية طبعا بالإعدام، أحدهما تاجر مخدرات إيراني، حالة واحدة رصدت لقيام الحوثيين بإنشاء وافتتاح معسكر جديد في الحديدة، حالة واحدة رصدت أيضا لاستحداث الميليشيا لسجن سري في جامعة صنعاء، حالة واحدة لاستهداف منزل مواطن في مدينة إب. الحوثيون أيضا يحتجزون 3 شحنات محملة بأدوية وعقاقير طبية خاصة بمكافحة وباء الكوليرا في الحديدة. أحد المشرفين الحوثيين أيضا قام باقتحام أحد المراكز الامتحانية بمحافظة المحويت ويسحب الأوراق الامتحانية منها. نذكركم مشاهدينا بأن هذا الرصد صادر عن فريق الرصد الخاص بقناة يمن شباب في المرصد الحقوقي. ننتقل أيضا إلى ضيفي عبر الهاتف المحامي محمد الحميدي. نرحب بك سيد محمد، يعني في هذا الأسبوع هناك حصاد لانتهاكات في المحافظات، لكن يعني هناك حادثة قامت بها الميليشيا بالنسبة لحادثة بتر أصبع الطفل في محافظة إب من قبل المتحوث حارس المؤسسة الاقتصادية. هناك ذكرت الأخبار بأن الأهالي قاموا بمظاهرات لتسليم الفاعل، ما هي تفاصيل هذه الحادثة؟ أهلا وسهلا بكم أولا ونمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين. وبداية هذه الواقعة حدثت في منطقة إب، حيث قام حارس المؤسسة ببتر يد الطفل زياد قاسم يحيى بساطور آخر المستجدات أن هناك غضب شديد من أبناء مدينة إب، وقد عبر عن ذلك ناشطين ومثقفين في حساباتهم على الفيسبوك وعلى حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوا إلى الخروج بمسيرة للضغط على الميليشيات بالتحقيق مع الفاعل الذي يعمل حارس المؤسسة. نعم.
آخر المستجدات يقال أنهم أن أقارب الضحية تقدموا بشكوى إلى أحد أقسام الشرطة هناك، لكن لم يتم شيء ولم يتم طلب الفاعل في هذه القضية. ماذا؟ أعتقد نعم نعم تفضل. يعني أنت كمحامي كيف تصف نعم هذه الحادثة؟ هذه جريمة بشعة، وأعتقد أن القيام بهكذا جرم بحق الطفل إنما هو ناتج عن فقدان جماعة الحوثي، فقدانهم لأعصابهم نتيجة شعورهم بعدم وجود حاضنة شعبية في هذه المنطقة، وبسبب اتساع دائرة الرفض لتواجدهم من قبل المواطنين. نعم حتى أصبح الحوثيين ينظرون إلى الجميع نظرة عدائية، والجميع في نظرهم أعداء سواء كان طفل أو شيخ أو امرأة، نعم فلا يفرقون بين أحد منهم. نعم هي الأولى من نوعها هذه الحادثة، بتر إصبع طفل في محافظة إب. يعني هل نرى هناك تطور لأساليب التعذيب من قبل ميليشيا الحوثي وصالح؟ كما أسلفت أن مثل هذه الجريمة وهو بسبب الضغط الذي يجده ميليشيات الحوثي أو الانقلابيين بشكل عام، والرفض الذي يلاقوه من قبل المواطنين نتيجة تواجدهم في تلك المناطق. نعم، هناك استحداث دائم ومستمر لمعتقلات سرية لمناهضي الانقلاب، كان آخره طبعا داخل حرم جامعة صنعاء. لماذا جامعة صنعاء؟ بالنسبة لهذا الموضوع، أعتقد ليست جامعة صنعاء أول جامعة تستخدم كمعتقل أو كسجن، نعم فجامعة تعز أيضا أثناء تواجدهم وأثناء ما كانت تحت سيطرتهم استخدمت كسجن ومعتقل. نعم الأمر مختلف بالنسبة في جامعة صنعاء، يعني ذلك استهداف دكاترة الجامعات والمدرسين والطلاب الذين هم يمثلوا نسبة عالية من المثقفين. نعم نعم أسمعك. يمثلوا نسبة عالية ومن الطبقة المثقفة، وأشير هنا إلى أن هناك إحصائيات تشير إلى أن ما من المعتقلين ما نسبته 76% كلهم من حملة الشهادات وطلاب الجامعات. نعم جامعة صنعاء استخدمت كمعتقل بالذات نتيجة أولا أنها كانت الشرارة الأولى انطلقت منها لثورة فبراير، والرسالة الحقيقية التي يود إيصالها الحوثيون والانقلابيين بشكل عام أنه لا مجال للحرية ولا مجال للقول بأي شيء يناهض الانقلابيين. نعم، هل لديك معلومات عن معتقلات أخرى غير حرم جامعة صنعاء؟ بالنسبة لنا نحن هنا في تعز، يعني رصدت يعني 31 معتقل، إلا أن المعتقلات المعروفة لا تتجاوز يعني حتى 10 معتقلات. أشير هنا إلى أن الأرقام بحسب تقارير حقوقية صادرة سابقا تشير إلى أن هناك 2338 مخفي قسرا، نعم هذا مؤشر إلى أن هناك معتقلات سرية. أين هؤلاء المخفيين قسرا؟ لا نعم أحد يعلم عنهم شيء. نعم سيكون هذا محورنا في هذه الحلقة. المحامي والناشط محمد الحميدي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ابقوا معنا لنذهب مع ضيوفي ونتحدث عن هذا المحور تحديدا وتفاصيل أكثر عن هذه النقطة، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. نرحب بكم من جديد. مطالبات خجولة لحرية تقتل خلف قضبان السجون. مرة أخرى تأتي قضية المختطفين في اليمن للواجهة، حيث بدأت حملة يوم الاثنين تدعم فعالية الأمم المتحدة للتضامن مع المختطفين والمخفيين قسرا وأسر الحرب، لا يزالون في عداد المفقودين في المحافل الدولية رغم انطلاق
دعوات وبيانات وبلاغات من أسر المختطفين ومنظمات محلية ونشطاء للإفراج عنهم ووضع ملفهم في قائمة المطلبات أو المتطلبات في المحافل الدولية. فكل يوم يزداد الوضع كتامة في ملف المختطفين رغم الحقائق والتقارير المحلية والدولية التي توثق الممارسات والانتهاكات البشعة التي يتعرضون لها، إضافة إلى مقتل أكثر من 80 مختطف تحت التعذيب والمنهجية المتبعة في تجويع وإذلال وإهانة المختطفين وإلصاق جرائم متعددة بهم دون محاكمات كما فعلوا في صنعاء، وأيضا ما تناقلته الأخبار ووسائل الإعلام من محاكمة 36 مختطف بعد اختطافهم البعض. قاموا باختطاف البعض منهم لأكثر من عامين أو منذ عامين. لم تقتصر هذه الانتهاكات ضد المختطفين على المناطق الشمالية التي ترزح تحت سيطرة الحوثيين وصالح فحسب، بل رصدت منظمات محلية ودولية انتهاكات يتعرض لها مختطفون في سجون الشرعية التي تشرف عليها دولة الإمارات. في هذا المحور مشاهدينا سيكون ضيوفي عبر الهاتف عضو التكتل اليمني للأمريكي في نيويورك إبراهيم العنسي، وأيضا الدكتور عبد القادر الجنيد سيكون معنا عبر الهاتف وهو معتقل سابق لدى ميليشيا الحوثي وصالح، وأيضا أفراح الأكحلي الناشطة الحقوقية من نيويورك، وعدنان حزام المسؤول الإعلامي للصليب الأحمر في اليمن. نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود لاستكمال حلقتنا في هذا اليوم مع ضيوفنا. يواجه المختطفين اليمنيين في سجون ميليشيات الحوثيين المسلحة في الشمال وقوات أمنية خارج سيطرة الحكومة الشرعية في الجنوب مصيرا مجهولا منذ سنوات، في ظل تواطئ محلي ودولي عن قضيتهم العادلة في الضغط للإفراج عنهم أو عرضهم على محاكم محلية عادلة. وكما تتوسع السجون في عدد من المحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات وتمارس بداخلها انتهاكات صارخة تحدثت عنها تقارير محلية ودولية في فترات مختلفة، يمارس نفس الأمر في سجون مختلفة في المناطق الجنوبية والشرقية تعاني من نفس الانتهاكات والضحية واحدة. تقول تقارير محلية أن عددا من السجون السرية في الشمال زادت 3 أضعاف في محافظة صعدة وعمران وحجة ومحافظة ذمار، يغيب بداخلها المئات من المختطفين ولا يعلم عنهم ذويهم شيء، والبعض منهم تجاوز اختطافهم العامين. تقرير جديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن أشار إلى أن ميليشيات الحوثيين وصالح أنشأت 480 معتقلا سريا في محافظات اليمن الخاضعة لسيطرتهم بهدف إخفاء السجناء اليمنيين الذين تم اعتقال معظمهم قسرا. وبحسب التقرير فإن السجناء يتعرضون لأنواع قاسية من التعذيب تصل بعضها إلى التعذيب بالحرق والإعدامات الصورية في معتقلات كانت كلها منشآت مدنية. وأشار التقرير إلى أن الميليشيا حولت عدة مباني حكومية وأهلية إلى معتقلات، إذ حولت نحو 227 مبنى حكوميا و27 مؤسسة طبية و49 جامعة و99 مدرسة و25 ناديا رياضيا و47 مبنى قضائيا و10 منازل إلى سجون سرية. وقبل أسابيع كشف تحقيق أجرته وكالة آب عن وجود شبكة سجون سرية في جنوب اليمن تديرها القوات الإماراتية، وعن اختفاء المئات في تلك السجون بعد اعتقالهم تعسفا في إطار ملاحقة عناصر القاعدة. وتمكنت الوكالة من توثيق 18 سجنا سريا على الأقل في جنوب اليمن تديرها القوات الإماراتية أو قوات يمنية خضعت لتدريبات إماراتية. ويبقى المختطفين اليمنيين بلا غطاء محلي أو دولي يساندهم ويقف إلى جانبهم بعد أن تخلى الجميع عنهم، وخاصة تلك المنظمات الدولية الكبيرة. مع
من نيويورك سيكون ضيفي الأول عبر الهاتف إبراهيم العنسي، عضو التكتل اليمني الأمريكي. نرحب بك. أهلا وسهلا بكم. طبعا شاركتم مع المندوبية الدائمة اليمنية ورابطة أمهات المختطفين في فعالية المختطفين اليمنيين بسجون الميليشيا مأساة إنسانية. حدثنا عن هذه الفعالية وإلى متى ستستمر؟ أولا أشكر قناتكم على الاستضافة ولفت النظر إلى هذه الفعالية، وأحيي الصامدين في سجون الميليشيات الانقلابية تحية، ونأمل ونتمنى وندعو الله سبحانه وتعالى عنهم الإفراج القريب. الفعالية كما ذكرت بمشاركتنا في التكتل اليمني الأمريكي ورابطة أمهات المعتقلين، وأيضا بمشاركة وترتيب البعثة الدائمة لليمن في الأمم المتحدة. الفعالية ناجحة إلى مستوى عالي جدا، وخلال هذه الفعالية أقيمت ندوة. هذه الندوة كانت مكونة من السفير خالد اليماني اللي هو رئيس أو سفير اليمن السفير اليمن في الأمم المتحدة، وأيضا حضر كيني جلوك اللي هو نائب المبعوث الخاص في القضية اليمنية ولد الشيخ، وهناك باحث آخر الدكتور ستيفن داي في المجفي أيضا القضايا اليمنية بشكل عام، ومعتقل اسمه مارك ماريوستر، والمعتقل أيضا الدكتور عبد القادر الجنيد. وبعد هذه الندوة هناك معرض صور في قاعات الأمم المتحدة لمدة أسبوع سينتهي الجمعة، يزوره الطلاب والوافدين والناشطين والزائرين والمنظمات الحقوقية الموجودة في الأمم المتحدة في فعالية كونها الأولى في هذا الملف المنسي المظلم، ملف المعتقلين والمختطفين قسريا. فهذه هي الفعالية، ونأمل ونتمنى أيضا نجاحها بعد التقييم وانتهاءها في نهاية هذا الأسبوع. نعم، شاركتم مع المندوبية الدائمة للأمم المتحدة وأيضا رابطة أمهات المختطفين، لكن هل هناك تعاون من قبل المنظمات الحقوقية المحلية وأيضا الحقوقيين والإعلاميين لتفعيل ملف المختطفين باليمن وكشف ما يتعرضون له؟ هناك أنشطة فردية يقوم بها الناشطين سواء كانوا يمنيين أو غير يمنيين في الملف اليمني، ولكن هذه الفعالية بتوجهاتها الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني سواء كانت الأمريكية كالتكتل أو الداخلية كرابطة أمهات المعتقلين، نأمل أن تسعى أن نظهر الحقيقة، حقيقة التغييب، حقيقة الاختطاف، حقيقة أخذ الرأي، حقيقة أخذ الحياة كمان. نعم، كونك ذكرت أستاذ إبراهيم العنسي، هناك تجاوب كبير جدا من المنظمات وأيضا من الناشطين الموجودين في على المستوى المحلي في نيويورك. نعم، طبعا أنت ذكرت حقيقة هذه الانتهاكات، سيكون أيضا معي شاهد على هذه الحقيقة التي تتحدث عنها، هو معتقل سابق لدى ميليشيا الحوثي وصالح، كما تفضلت كان موجود معكم في هذه الحملة، الأستاذ الدكتور عبد القادر الجنيد، نرحب بك. أهلا وسهلا بكم. نعم، يعني أنت كنت من أحد المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي وصالح، صف لنا معاناتك هناك كمعتقل داخل سجون الحوثيين أثناء فترة اعتقالك لديهم. 300 يوم في غرفة صغيرة جدا، حي صغير جدا، مظلمة، لا هواء، لا شمس، لا ضوء، وفي ركن من الزنزانة هناك نقرة وحنفية، وهذاك المصدر الوحيد للماء لغرض الشرب أو الوضوء، والباب حديدي به شاقوس يفتح ثلاث مرات في اليوم، مرة في الصبوح شوية فول وشوية قدم، وفي العشاء شوية فول، والغداء رز وبطاط يوميا لمدة 10 شهور. نعم، يعني برأيك كمعتقل سابق، يعني كيف يمكن تفعيل قضية المختطفين محليا ودوليا
ليحصلوا على حريتهم ومن ثم العدالة والإنصاف. يعني أنت كنت من ضمن المعتقلين داخل سجون ميليشيا الحوثي وصالح، طبعا كانت لديك أمنيات لتحرك بشأن يعني بشأن وضوح هذه النقطة وإيصالها إلى جميع المحافل الدولية وإنقاذ جميع المعتقلين داخل هذه السجون. المساجين اللي كنت ألتقي بهم كانوا كلهم يسألوني يا دكتور ليش الأمم المتحدة، ليش منظمات حقوق الإنسان، ليش العالم كله ما يسألش علينا؟ نعم. مش إحنا مهرتهم، مش إحنا شغلتهم، ليش ما يقوموش بشغلها؟ إذن أول شيء يجب أن نعمله أن ننشر هذا للعالم كله. لازم العالم كله يدري بهذا. بس معانا مشكلة، المشكلة إنه العالم بيصيبه من كثر ما بيسمع عن أشياء مؤسفة في كل أنحاء العالم، مصاب بالفتور وبصاب بنوع من السفأة وبنوع من الشلل عندما يسمع هذه الأشياء، وعندما تذكرها له على هيئة أرقام 10,000 100,000 30,000 2000 500 100 لا يلتفت إليها. تحتاج إلى الشخصنة، تحتاج إلى شيء مثل صورة محمد الدرة، شيء مثل صورة ما إليه حق فيتنام، الطفلة هذه اللي قلبت الرأي العام الأمريكي نفسه وخليته يوقف ضد حرب فيتنام. أنا حاولت عن طريق قصة جمال المعمري أن تكون الشرارة اللي تحمل الجو كل الناس، بس لازم الكل يعمل منها قضية، لازم نصيح كلها. لازم الأمم المتحدة والمحافل الدولية يعرفوا أنه في مشكلة كبيرة جدا وما يرضوش يتعاملوا معاهم أبدا في أي حاجة إلا أول حاجة لازم يفرقوا على المختطفين. هذا الاختطاف أول ما بيروحوا أي مكان أول شيء يعملوه أنهم يختطفوا ناس كنوع من الرهينة، واحد لإرهاب الناس وترويضهم أنهم ما يوقفوش ضدها، اثنين لعقاب أهلها، ثلاثة لأجل الشخص نفسه وأهله ما يحاولوش يعملوا أي حاجة ويضربوا المثل للآخرين إيش اللي بيحصل لهم. لازم العالم كله ولازم نبتكر كيف نتغلب على الفتور اللي موجود عند العالم. الحاجة اللي بعدها لازم الشرعية والتحالف ينجزوا أمورها، ما يجلسوش كده يعملوا الحرب هذه التي لا نهاية لها. الجرائم هذه جرائم مؤكدة، جرائم الاختطاف، لكن أصلا عندك قضية انقلاب وعندك عمل عسكري وعندك عمل مقاومة، لازم يحصل تقدم جيد في هذه الأشياء. لو تعملت تقدم جيد في هذه الأشياء هذه مسألة المختطفين ستحل من نفسها. يعني ما ينفعش نصيح وبس. نعم. تعتبر جرائم حرب حل المشكلة يا أخي؟ هل تعتبر جرائم حرب؟ لازم كله يتحرك. نعم. يعني الجانب الإنساني، جرائم الحرب والجبهات، هذا جبهات تصفي نصفي. نعم. هذا بيتحطمنا بنفس الطريقة اللي بيتحطمنا فيه بالمآسف. نعم. دكتور عبد القادر الجنيد، يعني أبرز ما شاهدت من أنواع للتعذيب بالنسبة لزملائك الذين كانوا متواجدين في نفس السجن الذي كنت به؟ طبيعي الأشهر ما حدث لجمال المعمري، خطفوا من أمام فندق من أمام زوجته وثلاث بناته، وبعدين قادوا إلى منزل خاص وقطعوا أعصاب ذراعه وأعصاب رجله وأصبح عنده شلل في الجانب الأيسر من جسمه، وبعد كذا خصوه أتلفوا خصيته اليسرى وعذبوه بالكهرباء وبعدين رجموه بالسجن، وعادوا لنا الحين موجود بالسجن الحين ثالث سنة وهو في الزنزانة. إيش واحد إيش سوى؟ واثنين حتى لو سوى ما يصحش إنك تعمل له هكذا، وهذا ولا المفروض إنه واحد هذا يحتاج حفاظات ويحتاج عناية الآخرين ما يبقى داخل الزنزانة. نعم. هذا لازم تتعامل على صيحة محلية. نعم. وإقليمية وعالمية لأجل يخرج من السجن. نعم. دكتور عبد القادر، يعني الكثير
هناك ناس كثير يتهمون ولد الشيخ بتقصيره في ملف المختطفين المدنيين وأيضا المخفيين قسرا من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. دكتور، ما هي رسالتك لولد الشيخ كونك كنت معتقل سابق في أحد سجون ميليشيا الحوثي وصالح؟ الكل مقصر بدون استثناء، الشرعية والاستحالة والإقليم والعالم والأمم المتحدة وولد الشيخ. ما فيش حد بيفتح هذا الملف بصورة جدية على الإطلاق على الإطلاق. كل اللي بيتصل بهم يبينوا أسفهم ويهزوا رأسهم ويقولوا حرام ويقولوا هذا المجرمين الحوثيين، لكن ما بنحسش إنه هذا بيعقبوا أي عمل فعال أو أي شيء ينقذ هؤلاء الناس من تعاستهم ومن وضعهم البائس. نعم. الأستاذ الدكتور عبد القادر الجنيد، كنت معتقلا سابقا لدى ميليشيا الحوثي وصالح، حدثتنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. نعود إليك إبراهيم العنسي، عضو التكتل اليمني الأمريكي. يعني هل يعني ما هي خطوتكم القادمة لمناصرة وتفعيل ملف المختطفين اليمنيين؟ كما ذكرت على أن هذا الملف ملف منسي وقضية عادلة وقضية إنسانية بحتة، فسنتحرك بكل جهودنا عسى أن نعمل شيئا وأن نوصل. هل هناك خطة واضحة للقيام بذلك؟ نعم هناك خطط أيضا قادمة، وهو التواصل بعد أن حصل أو بعد أن حصلت هذه الفعالية على ضجة إعلامية ولو بسيطة. سنتحرك أيضا بالتواصل إلى منظمات لم تصل إليها، ننقل هذا المعرض إلى واشنطن وصناعة القرار. سوف نتحرك بكل جهودنا عسى ولعل أن نعمل شيء لهؤلاء المظلومين الذين أخذوا من بين أبنائهم وأهليهم ويعذبون يوميا ويحرمون من أدنى وأبسط احتياجاتهم الأساسية اليومية التي تعتبر انتهاكا بحد ذاتها ناهيك عن الاعتقال. نعم. دوائر صناعة القرار الأمريكي والإعلام الأمريكي، هل لديهم صورة واضحة بحجم معاناة المختطفين المدنيين يعني وما يتعرضون له من قبل ميليشيا الحوثي وصالح؟ حدثنا عن الإعلام الأمريكي في هذا الشأن. الإعلام الأمريكي شيئا ما هذه الأيام مشغولا بالداخل أكثر به من الخارج، ولكن إن تطرق إلى قضايا الخارج فقد يتطرق إليها بشكل بسيط جدا وخاصة باليمن كما ذكر الدكتور. ولكن وأيضا الإدارة الأمريكية الجديدة لا زالت تعاني من عدة عقبات. لنا تواصل فردي مع بعض أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، سنحاول أن نصل إليهم وأن يطرح هذا الملف ويكون أيضا من نقاط سواء في الجانب. طالما أن هناك تواصل، هل ترى بأن هناك تجاوب من قبل المجتمع على المستوى السياسي وأيضا المنظمات المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ المنظمات أعتقد على أنه نأمل في ذلك ونسعى ونبذل الجهد، وأعتقد أنه مجتمع منصف سيعمل مع هذه القضايا الإنسانية البحتة. المنظمات أيضا لها دور كبير جدا في التواصل مع هؤلاء السياسيين وأيضا مع الأمم المتحدة. نأمل في ذلك أن تتحرك المياه الراكدة التي نحاول شيئا ما أن نثيرها، وعسى ولعل، وهو اضطرار أصلا، وإلا لو كانت الميليشيات هذه إنسانية لما ضغطت على هذه المنظمات وعلى أحد أيضا أن يتكلم في هذا المجال. نرى أن الشرعية والتحالف إذا أخذوا مختطفين فإنهم يؤهلونهم ويحاولوا يوعوهم عن الواقع الحقيقي ثم يرسلونهم إلى أهلهم. بالعكس هذه الصورة نقلت إلى هذه المنظمات وهم يعرفون، وكل شيء مسهل أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي. عندما يرون هذه الميليشيات تحتجز الناس وتختطفهم قسرا وتخفيهم عن أهليهم، ويرون بالمقابل الشرعية والجيش الجيش الوطني وأيضا بعض قوى التحالف أن تؤهل هؤلاء المعتقلين لديهم وهم كانوا محاربين أصلا. بينما هل ترى بأن الفعاليات هذه مجدية أيضا في هذه الأيام، يعني هذه الفعالية التي قمتم بها وغيرها من الفعاليات تعتبر مجدية لإخراج المخفيين والمعتقلين من سجون ميليشيا الحوثي وصالح؟
نؤمن بذلك على أنها مجدية ولها تأثير إيجابي وستعمل ولها دور أيضا، سيكون لها دور في هذا الأمر. نعم. وتحريك المياه الراكدة. نعم. أنتم كتكتل يمني أمريكي، ما هو دوركم بهذا الشأن؟ هو دورنا طبعا التكتل اليمني الأمريكي هو أوجد لقضايا عدة، منها هذه القضايا الخارجية أو الإنسانية التي تمس الإنسان اليمني سواء كان في الداخل الأمريكي أو في الخارج، خارج أمريكا أقصد بداخل اليمن. فسنعمل جاهدين على أن نوصل هذه الصوت أمهات المعتقلين، صوت أصوات أبطالهم وأيضا أصواتهم التي لا تكاد تسمع من داخل الزنازين والسجون. نعم، يعني تقومون بتزويد المنظمات أيضا بشأن ملف المختطفين في أمريكا؟ نعم، هناك للأسف هناك معلومات موجودة أو تقارير موجودة، نحاول بقدر استطاعتنا أن نستخرجها من الداخل. نعم. ولكن محدودة جدا، ولكن تفيد ولها أثر وتفيد. نعم. إيجابي. أشكرك إبراهيم العنسي، عضو التكتل اليمني الأمريكي، كنت معنا من نيويورك. مشاهدينا نذهب إلى فاصل ونستكمل ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم. عودة إليكم مشاهدين مرة أخرى مع ضيفتي عبر الهاتف أفراح لكحلي، الناشطة الحقوقية، تحدثنا من أمريكا. نرحب بك. يعني أكد أيضا نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن كيني جلوك في الفعالية التي أقامتها بعثة اليمن الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين والتكتل اليمني الأمريكي، أكد أن موضوع المعتقلين والمختطفين على رأس أجندة التفاوض، وتم إثارة الأمر في محادثات الكويت للسلام، وأيضا شكلت لجنة خاصة أثناء المحادثات خصيصا. يقول أيضا أنه يجب إدانة استعمال الاعتقال والاختطاف كأداة سياسية، وكذا إدانة الاعتقالات غير القانونية ومحاسبة من ينتهك الحقوق الإنسانية، ويشجع أيضا على إنشاء آلية يمنية للتحقيق في هذا الانتهاك ومحاسبة المتورطين. هل نفهم من ذلك أنه لم يكن هناك أي متابعة أو طرح لموضوع المختطفين من قبل في المحافل الدولية أو بشكل واضح على الأقل؟ مرحبا بكم. هذا من الواضح طبعا أن قضية المختطفين كانت مغيبة نوعا ما، وأن هناك أولويات أخرى غير قضية المختطفين. كان هناك متابعات من أشخاص وجماعات لقضايا أخرى. حاولنا لكن عبر هذا النشاط أن نفعل قضية المختطفين بشكل فعال وجاد، وطالبنا بإلزام ميليشيا الحوثي وصالح بإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين فوريا. نعم. وإلزامهم أيضا بالالتزام بقرار مجلس الأمن 2216 ووقف المحاكمات الغير عادلة أيضا، والتراجع عن أحكام إعدام بحق صحفيين. وكان كما ذكرت تصريح المبعوث نائب المبعوث الدولي بهذا الشكل. نعم. ابقي معنا افرح لك حالي. يعني معي ايضا عدنان حزام، المسؤول الاعلامي للصليب الاحمر في اليمن، نرحب بك.
مساء الخير. بداية، أين كان ملف المختطفين في اجتماعات رئيس الصليب الأحمر الدولي في اجتماع اليوم بصنعاء؟ أعتقد كان من على رأس أجندة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال زيارته لليمن، حيث تطرق لهذا الموضوع مع السلطات في عدن، وكذلك عند زيارته لمدينة تعز، حيث تمكن أيضا من زيارة أحد المحتجزات هناك. والآن خلال لقاءاته ومشاورته مع السلطات في صنعاء تطرق لهذا الموضوع من الناحية الإنسانية، كون ملف المحتجزين من الملفات الحساسة والهامة والتي نراها نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضرورية، كون نحن في مكاتبنا سواء في صنعاء أو تعز أو عدن أو صعدة نتلقى عشرات الطلبات من أسر يبلغون عن مفقودين أو كذلك محتجزين. نتمنى من الأطراف السياسية، الأطراف الصراع الدائر حاليا في اليمن، أن تجنب السياسة جانبا وأن تركز على الجانب الإنساني وعلى الآثار الإنسانية مثل هذا الملف الحساس. نعم، رئيس الوزراء طبعا سلم سابقا لرئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي قائمة بأسماء المعتقلين والمخفيين. قال أيضا بن دغر أن عدد المحتجزين والمخفيين في السجون الحوثيين بلغ أكثر من 3000 سجين ومعتقل وأيضا مخفي قسرا، بينهم أطفال طبعا زج بهم إلى ساحات القتال واستخدموا كدروع بشرية. ماذا يعني تسليم الحكومة لملف المختطفين للصليب الأحمر؟ يعني هل الصليب معني بهذا الملف؟ كما قلت لك أخي الكريم، نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومذات الصراع، ونحن ندعو الأطراف جميعا للسماح لزملائنا بزيارة تلك المحتجزات من أجل الإطمئنان على أوضاع المحتجزين، وكذلك تمكينهم من التواصل مع أسرهم. هذا هو الأدب الأساسي الذي يتسعى منه اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة تلك أماكن الاحتجاز. هذا ما يهمنا، ونحن نأمل بإذن الله أن يكون هناك استجابة إيجابية، هناك مؤشرات إيجابية من الأطراف في هذا الجانب. نتمنى أن يسمح لزملائنا بزيارة تلك المعتقلات، وكذلك أن يسمح للمحتجزين أن يتواصلوا مع أسرهم. نعم أستاذ أفراح الأكحلي، يعني تشهد المحافظات اليمنية انتهاكات واختطافات واعتقالات أيضا، من يمكنه محاسبة هؤلاء يعني الذين يقومون بالاختطاف وأيضا الاعتقال؟ هي مسؤولية يعني جماعية، الكل مسؤول عن هذه الجرائم، وأيضا المسؤولية الأولى تقع على المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لأخص يعني كثير يعني اليمن ليست في أولوياته، ويعني الواضح من الواضح أن ليست لديه مصالح في اليمن، لذلك لا يعنيها اهتمام كبير، وأيضا لضعف النشاط الحقوقي في محافل المنظمات المجتمعية الحقوقية وصناع القرار. لكن المسؤولية مجتمعا بين وسطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية جميعا، وأيضا المسؤولين في هذا الجانب. الآن يعني في ظل هذه الظروف أتحدث عن من المسؤول، والسماح كما ذكر الأستاذ عدنان للمحتجزين بزيارة الأهالي أيضا أن يزوروا أهالي مختطفيهم، لكن الظروف الآن التي يختطفون أوضاع صعبة، يعني لا يجب التحدث عن الآن في هذا الموضوع، الآن التحدث يجب المطالبة بإسراع الإفراج عنهم، الآن يتم إطلاق سراح محتجزين يعانون حالات نفسية سيئة، أيضا كثير يعني تعرض لهم للتعذيب، يعني فقدوا حياتهم، يعني هل ننتظر على المزيد حتى يفقد آخرون أيضا حياتهم؟ أيضا تم فتح معتقلات سرية مع قارب 40 معتقل. الآن يعني يجب على طالبة سرعة استخدام الميليشيا بالإفراج عنهم. أستاذ أفرح الأكحلي ابقي معنا، سأعود إلى عدنان حزام المسؤول الإعلامي للصليب
الأحمر، يعني أتى ملف المعتقلين والمختطفين على رأس أولويات رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارته، كما قال ماورير، وبحسب بيان نشرته أيضا أو نشره الصليب الأحمر، أنه سيحث جميع الأطراف المتحاربة على إتاحة الوصول الفوري إلى الأشخاص المحتجزين. يعني هناك أيضا أكثر من 10 أسر على الأقل تلجأ أسبوعيا إلى اللجنة الدولية للإبلاغ عن فقد أحد أفرادها. بحسب قول ماريور أن عدد الأسر التي تلجأ أسبوعيا إلى اللجنة الدولية للإبلاغ عن فقد أحد أفرادها يعني 10 أسر على الأقل تقوم بذلك. وأيضا ذكر بندغر سابقا بأن المختطفين بلغوا أكثر من 3000. هل لديكم إحصائية دقيقة لعدد المختطفين سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية؟ يعني هناك على الأقل 10 أسر تقوم بالإبلاغ عن مختطف لديها. بالفعل إذا تحدثنا عن الأرقام هناك أرقام كثيرة جدا. نحن ما يهمنا من هذا الملف ما يهمنا من هذا الملف هو أن تسمح لزملائنا بزيارة تلك أماكن الاحتجاز والمحتجزين فيها من أجل الاطمئنان والتأكد من سلامتهم، وكذلك بضمان عدم اختفائهم، وكذلك يكون هناك تواصل مباشر مع أسرهم، كون الأسر مطالبها الأساسية أن تعرف مصير أبنائها، وكذلك إن وجد أو عرفوا مكانه أن يريدون أن يكون هناك تواصل ليطمئنوا عليه. نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وخلال اللقاءات السابقة التي كانت قبل حتى زيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت هي في هذا الإطار، وتحث جميع الأطراف على أن يكون هناك نظرة إنسانية بحتة في هذا الملف، وأن يكون هناك استجابة عاجلة في هذا الجانب بحيث أن يعرف تعرف الأسر مصير أبنائها. نعم، إذن كيف سيتم حث الأطراف وخاصة جماعة الحوثي الذي ترفض الانصياع لقرار مجلس الأمن وتحظى تلك الانتهاكات بإدانة واسعة؟ كيف سيتم إخراج هؤلاء المعتقلين، وأيضا كيف سيتم معرفة مصير المخفيين قسرا؟ أخي الكريم، نحن مناشدتنا إنسانية بحتة لا تتعلق بالجانب السياسي أو لها قرارات سياسية. نحن من منظور إنساني ومن منطلق عملنا كمنظمة إنسانية تعمل في هذا الجانب ولديها الخبرة في هذا الجانب ما يخص زيارة أماكن الاحتجاز، نعمل من خلال تواصلنا المباشر وسعينا المباشر مع الأطراف إلى أن يكون هناك سماح لأعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أماكن الاحتجاز. نحن نعمل هناك لا أخفيك هناك استجابات إيجابية، نتمنى أن يعقب شيء ملموس على الأرض، ونتمنى أن يكون هناك نتائج يشهدها الجميع في هذا الجانب. نعم، أفراح الأكحلي، يعني استخدام المختطفين كورقة ابتزاز سياسية في المفاوضات والمشاورات، ما الذي يعنيه ذلك في القانون الدولي؟ عفوا اسمح لي أن أوجه سؤال عبر قناتي من شباب الأستاذ عدنان. تحدث أنه مهمتهم الآن هي الاطمئنان على المخفيين وتوصيلهم مع أهاليهم. نعم، في أقل من دقيقة لو سمحت. ماذا أنا سؤالي، ماذا عن الآن المختطفين الذين يعلموا أين تواجد أماكنهم ويتعرضوا للتعذيب اليومي الوحشي وحياتهم مهددة بالموت والإعاقة، ماذا عنهم؟ نعم، يعني إذن ربما نوجه هذا السؤال فعلا للأستاذ عدنان حزام. أفراح الأكحلي تسألك عن المختطفين الذين تعلمون أماكن تواجدهم، ماذا عنهم؟ بالفعل لقد استقبلنا أسر الصحفيين وكذلك غيرهم من المحتجزين في مكاتبنا، ونحاول من خلال حديثنا مع السلطات السماح لهم بالتواصل مع أسرهم. نتمنى أن يكون هناك استجابة إيجابية في القريب العاجل، كون ذلك لا يقتصر فقط على شريحة الصحفيين. نحن نتكلم هنا بشكل عام، سواء محتجزين صحفيين أو غيرهم، نحن نتكلم هنا بصورة عامة. نحن نتمنى أن يسمح لنا بزيارة جميع المحتجزات والمحتجزين. نعم،
إذن أفراح الأكحل، يعني أقمتم فعالية لدى كي تدعموا قضية المختطفين أيضا في الولايات المتحدة، ما هي أثر هذه الفعالية؟ ما هي الخطوات التابعة لهذه الفعالية؟ الفعالية كما تعلمون كانت تنظيم من البعثة اليمنية وبالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين والتكتل اليمني. هدفها كان هو تسليط الضوء بشكل مركز على قضية المختطفين والمطالبة الجادة والفعالة من الجهات المسؤولة بنظر هذا القضية. بالفعل كانت الأولية دهشة واستغراب من البعثة الدبلوماسية من المنظمات الحقوقية أن الوضع الإنساني والانتهاكات الحقوقية وصلت إلى هذا الحد. الجميع يعني كان تداخلاته وتساؤلاته كيف يمكن أن يوقف هذا العبث، كيف وصل الحال إلى هذا الحد ولم يعني تلقى تفاعل يعني تفاعل واستجابة للنشاط الحقوقي والانتهاكات الحاصلة في اليمن من قبل المجتمع الدولي. بدأت يعني تساؤلات وبدأت التعاطف من المتواجدين. ما بعد الندوة وأنا أعتبرها هي المفتاح لتواصل النشاط في هذا الموضوع، سيتم التواصل مع عدة جهات مسؤولة حول هذا وكيف ممكن أن يساهموا ويدعموا في الضغط المباشر من الميليشيا أيضا والجهات المسؤولة للوقف هذا الانتهاكات والإفراج الفوري ووقف المحاكمات الغير عادلة. في كلمة أخيرة أفراح الأكحل، يعني هل ترين أن تطبيق مخرجات الحوار الوطني سيكون مخرجا من النفق المظلم الذي يعيشه اليمن وخصوصا المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا؟ صراحة من وجهة نظري هي أولوية إعادة الدولة. الآن نتحدث عن دولة محتلة، انقلاب بكافة وسائله يعني يتم الآن في البلد. الآن يعني إذا تحدثنا عن مخرجات الحوار قد تكون أول نقطة هي إعادة الدولة، ومن ثم قد يكون الحل الآخر هو تفكيك مخرجات الحوار. نعم. إذن أفراح الأكحلي الناشطة الحقوقية حدثنا من أمريكا، شكرا جزيلا لك، وأيضا نشكر عدنان حزام المسؤول الإعلامي للصليب الأحمر، وأيضا كان معي إبراهيم العنسي عضو التكتل اليمني، وعبد القادر الجنيد والدكتور الأستاذ عبد القادر الجنيد معتقل سابق لدى ميليشيا الحوثي وصالح بدورنا. نحن نشكركم أيضا على حسن المتابعة والإصغاء، نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.